خلصنا من ملزمة ولا مش ملزمة ودخلنا على الغاء القايمة، نسكت بقى؟ لا طبعا، يقوموا رافعين أسعار الذهب وفي نفس الوقت يحطوا شروط كتيرة للجواز، ويا دنيا هاتي كمان هاتي. وعشان كده قررنا النهاردة ننزل الشارع ونسأل الناس ونشوف رأيهم ايه في الكلام ده. يلا بينا نشوف. هجيب له جوجين. يا بجد جابت له عربية؟ يعني ضحكه مثلا من الاخر كده، اللي هو يكون بيصرف كويس، بدل بيصرف كويس هيكون مناسب للبنت. خلينا ما نتكلمش في الحوار ده عشان ما نروحش في داهيه مبدئيا. 30000 جنيه ولا حبيبتي؟ 30000. ممكن اجيب جورجينا، ممكن اجيب واحده تانية. يعني لا، ما لقيتش شخص يعني البنت اللي تستاهل. مايك بتاعنا، شكرا. يكون مناسب للبنت. هو دلوقتي انا مش عارف اتجوز اصلا، يقول لك نكتب مش عارف ايه والقايمه بقت ايه وحاجات غريبه كده. 2 مليون كده انا اصلا ما عرفتهاش تاني دلوقتي. انا اخري امشيها، عارف الشارع بتاع الزمالك ده؟ انا امشيها اجيب لها سندوتشين شاورما زي ما انت شايف كده، ونقعد انا وهي على النيش. هو ده الترويج بتاعنا. والله انا يعني من وجهه نظري هم بيجوا بركعتين استخاره مش اكتر ولا اقل. الحمد لله وفشلت، وباذن الله مش هكمل ومش هتجوز تاني، مش ناويه يعني باذن الله. حياتي متدمره اقسم بالله. انا خدت التجربه دي يا جماعه، بنصح اي شاب يا جدعان ولا يخطب ولا يعمل ولا يتجوز ولا يعمل اي حاجه من دي. شحططه ووجع دماغ ووجع قلب. ربنا يستر على الشباب اليومين دول. واحنا من الاخر انا بوصل رساله للناس كلها، الشباب اللي زيي احنا الجيل الوحيد اللي هيقول يا ليت الشباب مش هيعود، احنا عايزين ننتحر. لا 30000 جنيه طبعا حبيبتي. ايه ان شاء الله طبعا ناوي اتجوز، بس على 2000 يعني 2050 50 سنه كده ان شاء الله. 30000 جنيه ده انا كل يوم مع بنت شكلي ب 30000 جنيه دول. طب وانا مين هيجيب لي عربيه؟ والله من وجهه نظري يعني يكون مناسب مثلا في السن، او يكون مناسب في المعيشه، الشقه مثلا، الشبكه، المهر. هو اللي يبقى مناسب ازاي يعني؟ مناسب مش عارف السؤال ده بالتاني. طب ما يعني قول السؤال تاني. يعني ان هم يكونوا لاقيين على بعض مثلا، يكون هي مرخله شبه مناخيرها كده، اجيب لها ورد ارخص حاجه. لا ابوها غني، ابوها غني. ممكن اجيب له فيلا نروح نصيف انا وهو فيها. طيب هو عامة يكون مناسب البنت ماديا، عقليا، نفسيا. انا بعمل بان كيك هايل تحفه، شاطر في المطبخ يعني. يا فرحه امك بيك يا انا خايف اقول حاجه تتاخد عليا نفسيا يعني، يعرف يهندلها. ايه 30000 جنيه ولا حبيبي؟ الاثنين بس. انا بالنسبه لي انا لا، 30000 شويه قوي بصراحه، انا صارف اكتر من كده اصلا في العلاقه. انا بالنسبه لي يعني مش عارف، هو ممكن يغسل مواعيني، يمسح سجاد، حاجات كده. وبالنسبه لليومين دول ايش تاني؟ انا بعمل كده عامه في بيتنا، انا مادي جدا جدا. انا نشرب سوا، بصي نشرب سوا، انا خايف بتاع ده امي تشوفه. ف ايش تاني؟ بس انا لو ميسي بصراحه يعني اكيد مش هستخسر فيها حاجه، بس انا مش ميسي وهي مش انتونيلا، فهي يعني قشطه عادي. ممكن اجيب لها مثلا ميداليه افضل.